بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المتابعين حياكم الله. بص كده على هذه المعادله، 1+1 على اكس بيساوي 100. عايزين نعرف قيمه 1+1 على اكس يساوي كام. عشان نحل هذه المساله بكل بساطه تابع معايا الفيديو الاخر وتستفيد منه ان شاء الله. نسمي المعادله دي رقم 1 ونسمي المعادله دي رقم 2. اوكي، تعال نشتغل على المعادله رقم 1. نشتغل على المعادله رقم 1. المعادله رقم 1 هنقول 1+1 على اكس بيساوي كام؟ بيساوي 100. هنا واحد المقامات في الطرف الايسر، يبقى المقام هنا اكس، طرفين في وسطين، يبقى اكس زائد 1، يعتبر ده 1، واضرب ده بده، وطرفين في وسطين بيساوي 100. نعمل عملية مقص، يبقى 100 اكس يساوي اكس زائد 1. اوكي، كلام جميل. بعد كده نطرح منه اكس عشان تكنسل اكس ديت، من هنا اكس دي تروح، سوري ده تروح، يبقى 100 اكس ناقص اكس يبقى 99 ايه اكس. 100x ناقص x تساوي x يساوي 1. هات من هنا x يساوي كامل x هتساوي صاحبي 1/99. تعالى امسك المعادلة رقم 2 اللي هي 1+1x. ال x بكام؟ 1/99. مقام المقام يصبح ايه؟ بسط. اوكي، يبقى هنا 1 هي معناها كده 1/1/99، وتضرب ده بده. اوكي، فتصبح معاك 1+99، يبقى يطلع كام؟ يبقى يطلع معايا سالب، اوكي، 98. يبقى الحل بتاع حضرتك سالب 8 وكام؟ 98. في طريقة تانية لو حاول فيها كده هتوصل لنفس النتيجة ان شاء الله. شكرا لكم.